صباح الخير عليكم، نهاركم مبروك. راح يدك هذا نتاع جامعه الله بارك الله فيك. هنا يتلاقى الرمل بالحجر من الحجاره هنايا في سق معناتها لاباق الخاتم. لاباق الخاتم هذا اللي رانا نشوفه فيه. ايه والله غير عبك نعمة، والله غير كنز الماء هذا. خواتي استغلوا بركة السحاب كيف شاو يبان، سبحان الله. مرحبا بكم، وين رانا لهنايا؟ يوفغلال. يوفغلال. يا الله يا كريم. مريقلة. لا مريقلة كاع واش كاين؟ هاي النعمة، ربي ورحمته. هذه هي يوفغلال. هذا هو يوفغلال. ايوه الله يبارك. شوف هنا السيدي هذه مرات هذا المدين اللي راك تطل فيه. ها. ساعات كيش على حساب رمل الريح. نعم. يا كرك تطل فيه في هذا الاخر يدقوش ان قالعه مرات يتنح مرات يتعمر. ساعات هنا تكون حجر ساعات تكون رمل. ايه ذاك باش الجرافيور هذوك لي بانتير مرات يتغطاو. واش معناتها يوفغلل؟ يوفغلل خير من الباس نقول الباسينه والله باسان احنا نقولوا اغلال. أغلال هو البسينة كبيرة هي أغلال يخير من أغلال. يوفغلال. بعد ما وصلنا المكان اللي راح نخيمو فيه اليوم ان شاء الله هبطنا كاع اللوازم تاعنا من السياره باش نوجدو الفطور تاعنا ونرتاحو شويه نصلو صلاتنا نفطرو ونتكلو على ربي باش نروحو نكتشفو المكان هذايا اللي سميوه يوفغلال. الركضه راح تكون لهنا على الهواء الطلق. راسي وين؟ في السماء مع القمر
وانتم الله يبارك. على كل حال انا اقول لكم تصبحوا بخير. السلام عليكم. انا شوف ما ناكلش دواره تما، واش ندير افلان نضرب الملفوف. قولها اسكت خلاص. هاي خلاص انا نسكت وانت الباقي عليه. هادي راهي من عندي. هاي الله يحفظك. شوف كيفاه. شوف اول ارمعيه انت. هادي هي المعرفه. المعرفه الارمي مش تعرفوا برك. هنا كاين دواره هادو ما يسقاو. صباح ربي على 7:30 بالدواره. قهوه ونزيدوا لها القهوه وزيد خلطه بلاتها من الاخر. دواره ما قهواش. صباح ربي. خلاص تهلا فيها مهلاً. خلاص هاي الهضرة يا صاحبي. الله يحفظك. الله يحفظك. اذا ما تهلينا فيه ما يولي لينا. نولي انا ما تهلاش نولي بالك نعطي لك. حنا الرجال باغيين يولوا لينا. نولي باذن الرحمن. سبحان الله. واش خصك؟ راح يدك هذا نتاع جمال. الله بارك الله فيك. شو الله يبارك. شو تميل 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 تميل. الله يبارك الله يبارك. شوف شنو نشوفوا فيها قاعد يوبا. هذه كي تحب تشري ديجا بدراهمك. احنا عبك الاخر كاع عبك. واش يديروا له؟ تلقاه واجد في كل كوان. بزيت قديمه بكري بعد الخطره قاعدين في وسط الميناء ولا تباع في القدره. عجبتك قرمش قديمه؟ رمل لي قرمش يا رمل لي خلاص القدره. اول ليله في المكان تاعنا هنا خلاصت. احنا نعاودوا نحكموا طريقنا ان شاء الله. هنا وين رانا فلان؟ هنا رانا في عند لارش في انترابين. وقت انترابين لارش يسموه لارش. هذا يقول به لارش. هذا لارش الاول. الله يا كريم. كي يسموها هذه؟ هذه يسموها الضالة. الضالة؟ ايه الضالة في الواد تنترابين. ايوه مصورين عليها الرسوم بكري بالزرافة وحوايج اخرين ياسر دروك تشوفهم في الطل. هذا جا في وسط الواد؟ جا في وسط الواد. مرات يتردم مرات ينحى الواد. شوف هنا مردومة شوي، كان هنا محفور. مع الجفاف ما كاش الواد راهو يبان. يبان ايه. واحد لقان كيش يقولوا له بترقية؟ يقولوا له تينيسك. تينيسك؟ ايه على خاطر عنده القرن هذاك. ها. هيك باش يقولوا تينيسك. تينيسك. ها وليك تينيسك. هذا واحد القرن. ها وليك القرن تاعو. هذه رجل تاع انسان. وهذه بقرة. نشوفوا من هنا الرسومات اللي كاين لهنايا واش رانا نشوفوا كاع. قال لك مازال راهم مردومين تحت الارض. وكاين معلومه باقي قالها لي، قال لي لو كان تجي هنا في شروق الشمس ولا غروب الشمس مع الشمس كي تضرب مع الحجره راح يبانوا رسومات واحد اخرين ويبانوا شغل بالديطاي تاعهم بالتدقيق.
باك نعمة والله غير كنز الماء هذا يا حي عليا. اسم هذا شكون اللي دارو؟ هذا دارو ابراهيم جاي في سبيل الله. في سبيل الله هذا الله كثر خيره. واش يسموه المكان هذا؟ هذا المكان يقولوا له تقيل ما متسميضت. تقيل من؟ تقيل ما متسميضت، كان فيها الماء بارد ياسر. تقيل ما مشم الشغل اللي قلتها ولكن صغيرة. دائما كانت تسمى يحقن فيها الماء. ما يطول ياسر دروك راهي ناشفة. وحنا دوكا رانا رايحين تقريرة. بإذن الله رانا ماشيين تقريرة. إن شاء الله نلحقوا بأصحابنا. إيه هذا مكان. هنا نباتوا في هذا المكان. لمبة الغازوال شعلت. ربي يرحمته. لمبة على الغازوال. خلاص لنا المازوت سوسو غير حقنا المكان هذا. يا الله اليوم نباتوا في هذا المكان اللي يسميوه تاكريرا. ثارة كيحتوي واحد وحدنا. علاش النار هذه؟ علاش النار هذه من الفوق؟ النار باش تيبسها الفوق ما يدخل فيها التراب. درت الفن. معجونه خفيفه ياسر. نقلبها نقولوا احنا. ايوه. الله يبارك. ايوه فتح حاجه. اي الله يبارك. دير لنا هنا. دير لي شوي كيف الطوموبيل. انت قل له راهي هنايا. ان شاء الله اش ناكلوها اليوم؟ احنا ناكلوها غدوه ان شاء الله. اليوم هاوليك طبقه. وش يسموه هذا قلت لي؟ هذا لفتات. لفتات ايه. ايوه لفتات باللصوص والخضره. عليك جماعه الخير، حان وقت النوم وهما راح يرقدوا ليك في هذاك المكان، وانا راح نرقد وحدي لهنايا باش كي نوض صباح ربي تقابلني هذا المنظر هذا. الله يبارك. ماشي يبان مليح تاخد صباح ربي ان شاء الله غير نوض تكتشفوه معايا. انا اقول لكم تصبحوا بخير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. كي
كيف صبحتوا لاباس؟ بارك الله. الحمد لله. واش راكم السيد؟ والله غير الحمد ربي في نعمة. واش دايرين؟ والله غير هايل رقدة ولا أروع. رقدة روعة. روعة والله غير روعة. هذه هي سنة الحياة. الحمد لله. إيه الحمد الشكر. قول لها شنقولها بالعربية. ها؟ تنفهم هي الضرورة. إيه هذه اللي قلتلنا عليها صح. هذه تنفهم هي. واش تشوف دايرة هذه؟ هذه تما تنفع 100 ضرورة. هذه قولوها. طيب ضروكا راك تيزانة تيزانة بصح مرة على ربي على بركة الله. صاب الله جميل العيار ثاقين. شوفوا بك كيفاش راهي مايلة. بسم الله يا ربي. الحمد لله. ها الحمد لله. ها إليك خفيف ظريف. ها إليك. ها إليك. ردك ردك. ردك. الله على التقليعة. قريب راح فيها. ها إليك. ربي يرحمك. هذه هي الهضره كما يقول فلان. الحاجه اللي هوشتني هاد الحفايس هذوما. علاش علاش خساره والله غير خساره والله غير حرام عليها. علاش ما تجيكم حاجه عاديه تجوا لهنا باش تكتبوا هكذا؟ من الجهه هذه كاين النقوش على الصخور تاع التاريخ تراث تاع بلادنا ومن بعد منا تشوف لا حول ولا قوة الا بالله. علاش والله غير خسارة اقسم بالله غير شو علاش تجي باش تكتب هكذا وتروح؟ ربي يهدي ما خلق هذا ما كان. مرحبا بكم في الغصور. الحمد لله يا ربي الحمد لله. هذا ماشيين ما غير هذا ماشيين يا اخواتي. هذه احنا نقول لها تيكات بالترقية تيكات تيكات تن الغصور تيكات الغصور معناتها تيكات تسمى لاكروت الغصور. ايه لاكروت ما تيكات هي لاكروت لاكروت المغاره المغاره هذيك هي هذه هي المغاره تاع ودخلوا فيها تدخل تما مثقوبه الفوق يدخلوا فيها الحمايم. هذيك هي تينيكا شكر. ايوا من الغصور رايحين قباله تينيكا شكر. افلا رانا في تينيكا شكر هكذا. رانا في تينيكا شكر. ايوا احنا دروك رانا في تينيكا شكر عند لاباك. ايوا عند لاباك يقول له احنا نقول تيسق. تيسق معناتها لاباك الخاتم. إيه لاباك الخاتم هذا اللي رانا نشوفوا فيه. ايه تينك الشكير معناتها شجره وحده شجره كيما هذيك كاين هنا نبته هنيه نبته هنا نتاع البعير ديك الشكير هذا ياكلوه البعير ياسر وفي هذه لازون كاين ذاك باش داروا لي سميت انك الشكير على جال هاد النبته هذه النبته هذه انك شكير انك شكير. إيه. الله يبارك. ايه وفيه الزيقوي وفيها الرمل و هنا يتلاقى الرمل بالحجر بالحجارة هنا. ايه We'll be right back.
الخير، هذه هي اخر ليلتنا في طاسي لي هوكار، وانا طالعين لهنا باش نشوفوا غروب الشمس. حال شباب الله يبارك، شحال شنو الطلعه تاع هي الطلعه هذه بعد منا طك 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 باش نلحقوا، بصح ماشي كيتش لحقان انا روطار. شوفوا منا غروب الشمس حال شباب الله يبارك ما شاء الله. من بعد منا الصحراء ما تخلاش، هو القمر طلع علينا الله يبارك ما شاء الله. خاوتي استغلوا برك هاد السحاب كيفاش هو يبان، سبحان الله. شوفوا الالوان كيفاش راهم يبانوا، توحد ربي يبانوا شغل هذوك الاورورا اللي تلقاوهم في ايسلندا ولا فنلندا. شوفوا راه يمشي والله ما على بالي ورانا. عمر راه راح ملتم يشوفوا اذا كان طريق، احنا رانا رايحين منه. الظلمه طاحت وسحب مازالو شباب، والجماعه عاود تلاقينا ورانا نمشيو تحت ضوء القمر الحمد لله يا ربي. العوده الى الموقع. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ أيوة بركته. الحمد لله. مرحبا وسهلا. واش كاين في الكتكوطة؟ الكتكوطة راهي فيها ما نشوفوش واش فيها، خاص قلبها. بالك راه فيها جنية كاع. والله غير لطيف. ما لنا عارفين واش فيها بالكتكوطة. الله أعلم. الله أعلم. هذه تا قال لي وجدناها البارح وما كملناهاش. أرواح تاكلوا البركة. صباح الخير عليكم، نهاركم مبروك. شوفوا المنظر اللي نط عليه الله يبارك، شروق الشمس ولا اروع. وعلى الجنب تاعي الجبال والكثبان الرمليه الله يبارك. شو اخر رغده في طاسيلي جست ولا اروع الحمد لله يا ربي. نروح حتى من راس ان شاء الله. هذه هي اخر قاعده تاعنا التصوير. يا تمونطا باش تعرفوا بكره هذا في ربع الدار. اي روح 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 على جنب قلب حبيبي. الله يديك عمر جدي، راحوا هربوا قلعوا بسم الله. هذا تقام باش تنوب لي اصبر. اه شو معي شفت الفرق باش ندير. ايوه على بركه الله. السلام عليكم. وبهذه القاعدة الخلوية الحمد لله يا ربي لحقنا الآخر فيديو من سلسلة اللي شاركتها معكم على ولاية تامن راست. كما على بالكم رحت مشحال مخطرة لتامن راست، وكل مرة شارك معكم فيديوهات ومازال ما كملت هذه الولاية هذه اللي فيها بزاف حوايج نكتشفوهم، وإن شاء الله نكون فدتكم بالأماكن هذه وتعلمتوا حوايج جدد. أنا نقول لكم بارك الله فيكم كي لحقتوا لهاد الثانية هذه، ونطلب منكم إذا عجبكم فيديوهات هذوما شاركوهم مع الناس باش وشنو نطوروا سياحة في هذه الولاية هذه، والناس كانت اللي راهم عايشين فيها يستفادوا منها، وهذه كاع ترجع الفايده تاع الجزائر. ونقول لكم بارك الله فيكم ودمتم في رعايه الله وحفظه، وتهلاو في رواحتكم. ويا ويا السلام عليكم.